بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن الاوت بريك انفستيجيشن. يعني ايش اوت بريك انفستيجيشن؟ اللي هو الاستقصاء الوبائي، نعرف انه مثلا لو حصل وباء وانتشر ونستقصى عنه، نعرف من وين جاء كذا نوعه زي كذا، يعني دي معنى الدرس الاستقصاء الوبائي. occurrence of more cases of disease than expected، اللي هو حدوث الديفينيشن، تعريف الاستقصاء الوبائي ده انه تحصل حالات اكثر مما هو متوقع. Nosocomial outbreak, any group of illness of common etiology occurring in patient of a medical care. Nosocomial اللي هي outbreak، يحصل وباء أو انتشار في مجموعة أو illness of common etiology، أمراضية معروفة السبب بتاعه، يحصل في patient موجودين في medical care، يعني مثلا متنومين في مستشفى في medical care facility. Acquired by exposure of those patients to the disease agent while confined in such a facility. اللي هي يكون عندنا nosocomial outbreak، يعني المريض موجود في مستشفى مثلا والتقط عدوى او حصل له مرض او حصل له بكتيريا او حصل له كده. reason to investigate، ليه نحن طيب نعمل investigation وندور نعرف عنه؟ عرفنا الديفينيشن حقه، فالان عايزين نعرف reason to investigate، ليه نحن عايزين نعمل استقصاء ونعرف والاشياء دي. اول حاجه عشان نعمل كنترول نتحكم فيه، وبريفنشن نمنع حدوث المرض ده مره ثانيه. research opportunities نعمل عليه ابحاث. training ندرب الناس عشان كيف انه يعالجوه يتخلص منه او يتفادوه. public للعامة والبوليتيكال سياسيا او legal concern او لاسباب قانونية. program considerations اللي نعمل لنا برنامج عام عشان نقدر نتحكم في المرض. نمسك اول واحدة منهم الكنترول والبريفنشن، احنا عايزين نتحكم في المرض ده ونمنعه. what are we in the outbreak goals will be different depending on the answers. احنا اصلا ايش عايزين نعمل في الاوت بريك ده؟ احنا وين الان من الاوت بريك ده؟ جا عندنا ما في عندنا اوت بريك فعلا فيه او ما في؟ كيس كونتينيوم تو اوكيرز، الحالات تواصل في انها تحدث. الهدف حقنا حيكون ايش؟ بريفنت فيرذر كيسز، مش عايزين حالات تانية يحصل فيها المرض. اسس بوبيليشن ات ريسك، نتعرف على المرضى اللي عندهم مخاطر انه يجيهم المرض. وimplement control measures، لازم نجيب نعمل أشياء على سنهم نتحكم فيه إنه ما يجيهم المرض. فالcase continuing to occur. outbreak appears to be coming to an end. الoutbreak والوباء ده انتشاره كأنه خلاص حينتهي. goal prevent future outbreak، هو خلاص حينتهي لكن نمنع حدوثه مرة أخرى في المستقبل. identify factor contributing to outbreak، نشوف العوامل اللي ساعدت على انتشار الوباء. implement measures to prevent similar events in the future، ونعمل لنا أشياء على سنة تمنع حدوثه مرة تانية في المستقبل. طيب الresearch opportunities، نحن ما قلنا دي الأشياء اللي بتخلينا نعمل الresearch opportunities. مو قلنا هنا عندي الأسباب الreason to investigate، الcontrol prevention عملناها، research opportunities. gain additional knowledge، نعرف معلومات زيادة. opportunity to study natural history of the disease، نعرف طبيعة المرض ده كيف بيمشي. newly recognized disease، ممكن نتعرف على مرض جديد. define natural history، ونعرف تاريخه الطبيعي. characterize the population at risk، نتعرف على العامة اللي عندهم مخاطر انه يجيهم المرض. well recognized disease، يلا لو كان هو مرض معروف، لو كان newly recognized disease بعرفه وبتعرف عليه يعني، ولو اصلا مرض هو انا بعرفه اصلا مرض معروف. assess the impact of control measures، اشوف انه كيف العناصر التحكم دي مفيده معاه ولا لا. usefulness of new epidemiology and laboratory techniques، نستخدم طرق جديده في الوبائيات وفي المختبر لو في محتاجين تحاليل ثانيه. training، طيب دي من واحده من الاسباب اللي انا بدرس الانفستيجيشن او اعمل استقصاء للامراض الوبائيه، ان اعمل تريننج للناس. requirement of an epidemiologist، الوبائي ديه بحتاج انه يكون دبلوماسي ولوجيكال ثينكينج، يفكر بتفكير منطقي. problem solving ability، عنده قدره على حل المشاكل. and quantitative skills، عنده خبرات كافيه. epidemiological know how، يعني عارف ايش طبيعه الامراض الوبائيه. judgment، يعني يقدر يحكم. فير نيو ابدمولوجيست ويز ان اكسبيرينسد ابدمولوجيست، يعني لو جبت لك واحد من علم الوبائيات جديد لازم يكون معاه احد من علم الوبائيات يكون عنده خبره. بابليك بوليتيكال اور ليجال كونسيرن، احيانا يكون عندنا مشاكل للعامه وسياسيه وقانونيه. سام تايمز اوفر رايت ساينتفك كونسيرن، احيانا يكون لك الكونسيرن اللي هي انت عندك قلق
من الأشياء القانونية والسياسية والفلوس العامة أكثر من الساينتيفيك أو القلق العلمي الكونسيرن العلمي. هيلث ديبارتمنت نيد تو بي ريسبونسبل اند ريسبونسيف تو بابليك كونسيرن. إذا العامة هم عندهم كونسيرن يعني أو قلق من شيء معين, even if the concern has little scientific base, حتى لو هو ده ما عنده أساس علمي قوي, إحنا ما زلنا لازم ناخده في عين الاعتبار طالما هو عنده concern للpublic. Outbreak of disease program consideration. طيب إنه نعمل لنا program نظام معين program consideration. Outbreak of disease targeted by public health program. يكون في عندي outbreak وباء منتشر, أنا بقوم يكون عندي نظام معين أتعامل معه. reveal a weakness and opportunity to change or strengthen the program. أشوف مناطق الضعف وانتهز كل فرصة هنا أعمل تغيير وإنه في النظام بتاعي ذي. identify populations that may have been overlooked. أشوف الناس اللي هم الناس ما انتبهوا عليهم وممكن يصابون بالمرض. failure of intervention استراتيجي, إذا ما قدرت أمنع عنهم المرض. change in the goal agent, ممكن أنا أغير في الأجنس بتاعتي والأهداف حقتي كمان ممكن أغيرها. event beyond scope of the program, ممكن ألقى إنه اللي بيحصل ده كله مش طبع النظام بتاعي, فأنا لازم تكونسيدر يعني بعد لما أعمل دي بشوف إنه المفروض الكلام دي بمشي مع البرنامج حقي اللي أنا مزول عنه ولا لا. step of an outbreak investigation, طيب أنا لو عايزة أعمل استقصاء وبائي ايش اعمل الخطوات اللي بعملها؟ اول حاجه بعمل بريبريشن, ابدا ارتب, عملت انفستيجيشن ساينتفك نوليدج, اول حاجه اقرا اكون عندي معلومات علميه, ريفيو ليتريتشر اقرا ايش مكتوب في الكتب, كونسلت اكسبيرت اخذ راي الخبراء, سامبل كويشنير اعمل لي استبيان, سبلاي يكون عندي كونسلت ويز لابراتوري يكون عندي مختبر, اكويبمنت يكون عندي لابتوب ويكون عندي كاميرا, اعمل بي دوكيومنتيشن يعني اشياء ذا البريبريشن بتاعتي. administration assure personal resources يكون عندي قسم اداري, finding travel arrangement orders انه يكون عندي واحد بيكون يقدر يسافر او يشوف او كذا, approval لازم يكون عندي موافقه, personal matters الاشياء الشخصيه اللي محتاجها, consultation make sure you know your role and it is parameters يعني انا لازم اكون عارف انا دوري اصلا ايش هو, lead investigator يعني انا القائد الرئيسي في الاستقصاء ده, او just lending a hand ولا انا بس مساعد فيه, know how to contact when you arrive وتعرف كيف انت تقدر تتواصل مع الناس لما توصل, ده preparation. نمرة 2 عشان اعمل استقصاء طبي, establish existence of an outbreak, لازم تتأكد انه اساسا في outbreak يعني في وباء متفشي يعني ما يكون مجرد كلام, through outbreak تأكد انه شيء حقيقي, sporadic and unrelated cases of the same disease ممكن تلقى حالات متفرقة وما عندها اي علاقة ببعض, unrelated cases of similar unrelated disease حالات تكون unrelated الكيسز والمرضات وما related ما نفس المرض يعني ما ده كل واحد ماخد عدوى من الثاني, لا كل واحد مريض ضيوة بس وما عندهم علاقة ببعض. determine the expected number of cases, حدد عدد الحالات, before deciding whether the observed number exceeds the expected number, بعد تحدد عدد الحالات تشوف هي فعلا أكثر من الشيء المتوقع ولا لا. بعد ما قلنا هنا كمان نواصل الاستابليشمنت اوف اكزيستنس اوتبريك, اتأكد منه, compare the observed with expected يعني الشيء اللي انت لاحظته مع الشيء المتوقع, through surveillance record for notable disease, لازم يكون عندك انت زي surveillance او مسح او ريكورد ملفات مسجله للامراض المعديه, hospital discharge date اي واحد لما تنوم في المستشفى طلع متى, discharge date بتاعه, registries تسجيلاته, mortality لو في وفيات, mortality statistic, data from other facilities ممكن تاخذ معلومات من facilities ثانيه, states من الولايات, survey of healthcare providers وكمان تعمل survey مسح للعاملين في الصحه, وكوميونيتي سيرفي وتعمل سيرفي كمان مسح للكوميونيتي زي استبيان لانه كمان للكوميونيتي. فريفايز ذا دياجنوستس, تاكد من التشخيص بعد ما انت اول حاجه انت تاكدت انه في اوت بريك, تاكد من تشخيصه شنو ذاته الاوت بريك او في مرض بس ايش هو, انشور بروبر دياجنوستس لازم تشخصه بطريقه صح, رول اوت لاب ايرور تاكد انه ما في اخطاء في المختبر,
as the bias for increased diagnosis، لأنه ممكن يديك يزود لك التشخيص وما يكون صحيح. review clinical finding lab result، تتأكد الحاجات clinically فعلا المرضى ذول عندهم نفس الأعراض نفس العلامات، والمختبر تحاليله. summarize clinical finding with frequency distributions، بعدك تقوم تلخص الحاجات اللي انت بتلقاها clinically في المرضى في الكشف عليهم، with frequency distributions characteristic spectrum of the disease، انه فعلا صفات المرض. verify diagnosis، تأكد من التشخيص. develop case definition، يكون عندك بعد كده تعريف لحالة فعلا دي الحالة بتاعتك كده، ان في حالة مريض كده. see and talk with patient if all possible، تشوف المرضى وتكلم معاهم. better understand clinical feature، تشوف العلامات المرضية ايش هي. mental image of disease and the patient affected، تشوف المنتال ايمج شكل المرض كيف وفي المرضى المصابين. كذر critical information، لازم تجمع معلومات حيوية ومعلومات حرجة. critical information زي انه مثلا من وين جاكم المرض، source of the exposure، what they think caused the illness، واسألهم قولهم انتوا ايش تفتكروا سبب المرض. knowledge of others with similar illness، مين تاني اللي عنده مرض زيكم كده. common dominators، الناس اللي عندهم اكتر. helpful in getting generating ideas for hypothesis، عشان انك تعمل فرضية about etiology and spread، ده كله بيساعدك في انك انت تعمل لك فرضية في انه كيف جاء المرض، ايش سبب المرض، وكيف بينتشر لما تسأل الأسئلة دي. بعد كده establish a case definition، بعدك عرف الحالة case definition. standard set of criteria for deciding whether an individual should be classified as having the health condition of interest، بعدك تقوم يكون عندك standard، يعني مثلا انا بقول كورونا الانسان بيكون عنده كده كده كده، فده case definition تعريف الحالة. for deciding whether an individual، تحدد الindividual ده انه عنده health condition دي وفي interest ولا ما عنده. include clinical criteria and restriction by time، مثلا clinical criteria الصفات حقته دي، and restriction by time place وperson، يكون عندك زمن والمكان والشخص. must be applied consistently، لازم تكون موجودة باستمرار نفس الحالات. and without bias to all person under investigation، يعني ما يكون في اختلافات بين المرضى إلا في نفس تعريف المرض. يعني classification، لما تيجي تقسم حالات بتاعت الكيس دي، انت عرفت دي الناس عندهم المرض، فيكون عندك definite case، يعني اكيد confirmed ومختبر كل شيء، laboratory confirmed، وفي حالة محتملة probable typical clinical feature، عنده العلامات الطبية لكن ما عندنا lab confirmation، ما تأكدنا بالمختبر. possible اللي هي suspected، fewer of the typical clinical feature، في علامات بسيطة منه بس مش هي نفسها، فيبقى الكلاسيفيكيشن الكيس ديفينيشن لتلاتة، يا ديفينيت يا بروبابول يا بوسيبول. early in investigation may use loose case definition، ممكن تقول loose case definition يعني ما أكيد إنه دي تعرف الحالة. better to collect more than necessary so you don't need to make repeat visits، لازم تحاول تعلم تجمع معلومات أكثر. identify extent of the problem، تشوف مدى انتشار المشكلة. and population affected، مين هم المتأثرين. generating hypothesis، عشان تعمل فرضية تطلع فرضية إن الناس كده كده مصابين بكده. later when hypothesis are sharp and investigator may lighten case definition، لما خلاص الفرضية بتاعتك وين hypothesis دي الفرضية تبقى حادة واضحة، الانفستيجيتر بعد كده ممكن يحدد الكيس ديفينيشن بتاعه بطريقة أحسن. identify and count the cases، بعدك تتعرف وتعد عدد الحالات. target health care facilities where diagnosis likely to be made، تروح للمراكز الصحية والمناطق الصحية اللي فيها التشخيص. enhance passive surveillance، تعمل زي استقصاء. letter describing situation and asking for reports، ترسل خطاب توضح فيه الحالة وتسأل وتطلب تقارير. active surveillance دي enhance passive surveillance، يعني انت ما تروح من نفسك. الactive surveillance phone or visit the facility to collect the information، تتصل عليهم بالتلفون وتروح عندهم، ده passive surveillance، ده أقصد positive أو active، يعني تمشي أنت بنشاط تكلم في التلفون وتروح. أما الانهانس باسيف السلبي، لكنك تكتب بس خطاب واسك للريبورت. alerting the public،
ميديا alert to avoid contaminated food product and seek medical attention if symptoms arise. ممكن تنبه الببليك، تنبه العامة مثلا عن طريق الميديا، عشان انه مثلا لو كان مرض بسبب الطعام تقول لهم في contamination في food، ملوث طعام ملوث او منتجات غذائية ملوثة، وتقول لهم انكم لازم تزوروا الطبيب او تمشي لميديكال فاسيلتي لو السيمتومز حدثت. طيب identify and count cases information to be collected about every case. ايش هي المعلومات اللي انا بحتاجها لكل حالة؟ identifying information، اول حاجة identifying information، شوف معلومات وديموغرافيك يعني ايه، recontact if additional question come up، لو احتجت لأي أسئلة تانية جاتك تفكرت فيها تتصل، notification of lab result and outcome of investigation، تشوف نتائج المختبر، check for duplicate record، تشوف انه ما يكون في تقارير مدبرة، map geographic extent، تشوف انه المرض ده منتشر لأي مدى جغرافي، demographics provide person characteristic for defining population at risk، عشان تعرف انه امتداد المرض ومين هم الناس اللي عندهم مخاطر الإصابة بهذا المرض. الـ information to be collected about every case، كل حالة تحتاج تعرف عنها، clinical finding والrisk factor information والreporter information. الـ clinical finding verify case definition met، الكيس تعرف الحالة، chart time course تشوف الزمن اللي حصل فيه المرض، supplemental date يعني مثلا إذا كان حصل disease مثلا تشوف متى كان التاريخ أو تنوم في المستشفى متى التاريخ، risk factor information إذا كان في عنده عوامل خطورة risk information، tailor to specific disease in question، tailor to specific disease in question تكون تشوف المخاطر اللي هي لمرض معين، reporter information ID of person making a report، تاخد تعريف للبيشن اللي العامل الريبورت ديا مين هو بالضبط اللي عامل الريبورت. طيب تاني قال لك الاي كولكشنال فورمز ستاندرايزد كيس ريبورت فورم، يكون عندك فورمات تكتب فيها كيس ريبورت كويتشينير، يكون عندك استبيان داتا ابستراكشن فورم تطلع المعلومات، لاين ليستينج abstraction of selected critical items from above forms تطلع الحاجات الحرجة من الليستة دي، contains key information لو في معلومات مهمة تقوم تطلعها يعني بعد ما حاولت المعلومات كلها بس تعلم على الأشياء المهمة، perform descriptive epidemiology توصف المرض ضيّة، after collection of data characterized outbreak by تقوم تقول مثلا المرض ده time بتاعه والplace والperson، time والplace والperson. لا. طيب اول حاجة من ناحية التايم، من ناحية التايم epidemic curve histogram of the number of cases by their date of onset، تعمل يكون عندك curve للحالات متى حصلت، visual display of the outbreak magnitude كم حجم الاوتبريك ده اول وباء انتشاره، والتايم ترند بيحصل بتين زاد بتين بقل بتين، where you are in the time course of the outbreak، انت الان في اي مرحله من مراحل الاوتبريك او الوباء، future course في المستقبل هيمشي كيف، probable time period of exposure طيب الواحد بيحتاج لفتره كم يكون معرض للمرض ده عشان يجيه الوباء، helps in development of questionnaire focusing on what time period، دائما ده في لما تعمل questionnaire او استبيان بتسال الناس على التايم بيريود اللي بيحتاج انه تحصل يعني فيه الأعراض مما كان عنده احتكاك مثلا بمصدر معين، common source common sources بيجي من وين versus propagated، place تشوف الجيوغرافيك extent of the problem في أي منطقة في شرق في الشمال في أي منطقة بالضبط، cluster or patterns providing important etiological clues إذا كان في تجمع حالات في حتة معينة بتديك etiological cause يعني من وين جه المرض، spot maps where cases live work or may have been exposed تشوف spot map يعني خريطة معينة يكون لك الحالات دي وين عايشة وين شغالة او ممكن وين تكون تعرضت للمرض ديه، person to determine what population at risk لازم تعرف مين الناس هم اللي ممكن يجيهم المرض
usually define population by host characteristic or exposure، يا هم المضيفين أو هم المتعرضين للمرض. Use rates to identify high risk group، لازم تعمل نسبة عشان تعرف مين اللي عندهم مخاطر إنه يجيهم المرض أكتر. Numerators number of cases، عدد الحالات. Denominator number of people at risk، يعني تشوف الديمونيتر يكون عندك النمبر بتاع البيبل اللي عندهم مخاطر يجيهم، والحالات المصابة أصلا تشوف الريت بتاعهم كتر كيف. تعمل فرضية develop hypothesis، فرضية الهايبوثيس دي should address source of the agent، مصدر الحاجة دي، mode of transmission إذا كان vector or fecal، يعني مثلا في ناغل ذباب أو بكيف انتقل، exposure that caused disease، الشيء اللي عمل سبب المرض. develop بعد كده بعد ما عملت قلنا الفرضية دي، يكون generating the hypothesis what do you know about the disease، ايش بتعمل عن تعرف عن المرض. الريزرفوار لو في حاجة مخزن بيكون موجود في حتة كامن في مكان. transmission انتقاله، common vehicles من اللي بينقله. النون ريسك فاكتورز الاشياء اللي بتخلي الانسان ممكن معرض للإصابة. talk to several case patients، تكلم مع عدد من المصابين. use open ended question، استعمل open ended question، أسئلة تكون مفتوحة عشان يقدر يتكلموا. ask lot of questions، أسألهم أسئلة كثيرة. talk to local health department staff، لل اللوكالي أو العاملين الصحيين في المنطقة. use descriptive epidemiology example EB curve، يعني تستخدم أشياء وصفية في الوبائيات زي الإبي كيرف، المنحنى بتاع الإبي. التست هايبوزيس بعد كده تختبر الفرضية حقتك دي، كيف تختبرها؟ evaluate the credibility of your hypothesis، تشوف إن الفرضية دي حقيقة. compare with the established fact، قارنة بالحقائق الموجودة أمامك. when clinical lab، المختبر والenvironmental and or إبي data undoubtedly support the hypothesis، إذا كان هي بتدعم كلامك فرضيتك دي ولا لا، بعد ما جاء تحليل المختبر واشياء البيئية وكده تدعم فرضيتك ولا لا. use analytic epidemiology to quantify relationship and explore the role of the chance. use analytic تعمل تحليل للاشياء الوبائية دي عشان تعرف العلاقة، to quantify relationship تشوف العلاقة، and exposure the role of the chance بانك انت تعمل cohort study او case control study. cohort study اللي هو انك تدخل مع مجموعه من الناس، تكون عاده مجموعه صغيره. اللي كوهيرت ستادي قلنا سمول ويل ديفايند بوبوليشن، مجموعه بسيطه من الناس ومعروفين. كونتاكت ايتش اتندنس، كل واحد منهم من اسك سيريز اوف كويشن، تسالوا اسئله ممكن يكونوا ال او نوت ال، مريضين او غير مريضين. وتبحث عن السورس اكسبوجر، تعرضوا للمرض من وين. Attack rate is highly among those exposed، دائما اللي بيكونوا معرضين للمرض بيجوا من المرض أكثر. Attack rate is long among those not exposed، إنه اللي ما كان عندهم contact بأحد مريض ما عندهم المرض. Most of the cases were exposed so that the exposure could explain most of if not all of the cases، إنه معظم الناس المصابين كانوا معرضين لشخص مصاب قبل. Relative risk measure of the association between exposure and the disease، الريلاتيف ريسك تشوف العلاقة بين إنه الواحد يتعرض للمرض وإنه يجاه المرض فعلا. دي ممكن دي الكوهيرت ستادي. الكيس كنترول بوبوليشن نوت ويل ديفايند، ما محددين الناس مين اللي أنا بعمل عليهم الدراسة. كيس بيشن أند كومباريزن جروب، يكون أنا عندي المرضى المصابين ويكون عندي ناس تانيين كنترول. كويتشنز أباوت إكسبوجر، وأسألهم عن التعرض للمرض. compute measures of association odds ratio، تقارن العلاقة بينهم. odds ratio يكون عندك نسبة. quantify relationship between exposure and the disease، تشوف انه في اي انسان فعلا لو تعرض للمرض بيجوه للإكسبوجر بيجوه المرض ولا ما يجيه. طيب refine the hypothesis and do additional studies، يعني بعد كده ممكن تتراجع الفرضية بتاعتك دي، ممكن تشوفها لو ما زبطت معاك. epidemiologically وبائيا، when analytic ابي and revealing need to reconsider your hypothesis، لو ما كانت الاشياء ماشيه مع فرضيتك دي ممكن تعيدها مره ثانيه. go back and gather more information، ترجع وتجيب معلومات اكثر. conduct different study،
تجيب معلومات أو دراسات أكثر عن الموضوع ده. اديشنال تيست تعمل في المختبر لابراتوري، تعمل تحاليل أكثر، انفايرومنتال ستادي تدرس البيئة. بعد كده ايش اللي تعمله؟ امبليمنت كنترول اند بريفنشن ماتيريال، لازم تعمل طريقة انك تتحكم في المرض وتمنع إصابة حالات تانية. امبليمنت كنترول ميجرز از سون از بوسيبل، بأسرع فرصة ممكنة. may be aimed at agent، يكون موجود عندك هدف، source or reservoir، short or long term، في المدى القريب او البعيد. orally within communicate the finding، لازم توصل المعلومات اللي انت يكون في تواصل. communicate the finding بتاعتك، الحاجات اللي لقيتها. orally within facility or community، بينك تتكلمون بشفاهة الفاسيلتي اللي انت فيها والكوميونتي. local health authorities and person responsible for implementation of control and prevention measures، تروح للناس المسؤولين من الصحة authorities والناس المسؤولين انه يخلوا يعملوا كنترول، يتحكموا ويمنعوا حدوث المرض ضيا. تخاطبهم شفاهة. written report، تكتب تقرير، تكتبه. consider publication، وتنشره. for planning record of performance، ان يكون عندك خطة. legal issues، وحتى عشان قانونيا تحميك. وreference، مرجع. و adding to knowledge base، تضيفه للمعلومات الموجودة ثابتة. thank you.